عسلامة. مع السلامة بيك، لباس؟ الحمد لله، لباس عليك؟ الحمد لله لباس عايش. قدم لنا روحك. بو، أنا اسمي هيثم، نسكن في المدينة الجديدة. مرحبا بيك هيثم. عايش. هيثم شنو في حياتك؟ والله نخدم في معمل. إن شاء الله ربي يعينك. اخترت تحكي معانا على البطالة. أي على البطالة، موضوع البطالة. والله عندنا 600,000 بطال، 600,000 بطال في تونس. الأكثرية معظمهم يلعبوا في البروم سبور، يلعبوا في القمار، شادين القهاوي، معناها الأكثرية هكا، معناها شادين القهاوي ولا تلقاهم الأكثرية يلعبوا في البروم سبور. هو اختار الربح السهل ولا ما لقاش خدمة؟ والله حسب تجربتك. حسب تجربتي هي لما حالة تجيب ربح سهل، إما تخسر برشا فلوس. من ناحية فور إكزامبل تخسر ورقة، مثال تلعب ورقة 50 دينار ولا حاجة، تخسر الورقة هذيك معناها تخسر برشا فلوس. ولا ساعاتك ثمك نتاع الكورة الجديدة هذيا في القهاوي الأكثرية تلقاها، فهمتني، زادة تخسرك برشا فلوس. علاش الشباب يختار الألعاب هذي؟ ما اختارش أنه يخدم؟ والله حسب بون، حسب نظريتي أنا، حسب رأيي الشخصي، خاطر تجيب برشا فلوس هاي. توا معناها فيها خسارة وفيها ربح زايدة فرد وقت؟ فيها خسارة لكن زايدة تنجم تربح. تنجم تربح زايدة. فهمتني؟ تنجم تربح. كي تربح شنو هو مصروف. مصروف. فهمتني؟ مصروف معناها تنجم توصل لمليون، زوز ملايين، ثلاثة ملايين. في الشهر. ايه تنجم في الشهر، تنجم خاطر هما ديجا يلعبوا مره في الشهر ولا يعني مره. يعني كيما تنجم تدخل زوز ملايين، ثلاث ملايين في الشهر، كيما تنجم تدخل جم. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. كيما تنجم تدخل بار اكزومبل زوز ملايين، ثلاث ملايين، كيما تنجم تدخل 10، كيما تنجم تخسر الكل في الكل. فهمتني؟ كيما تنجم تخسر الكل في الكل. هل هي ادمان اللعبه هذه؟ اي نعرف برشا مدمنين عليها. برشا مدمنين عليها و سورتو نعرف شكون يوميا يلعب، صدقني يوميا، نعرف ثم شكون يوميا قاعد يلعب يوميا. معناها في تلقاه في الشهر بار اكزومبل ولا في الجمعة، تلقاه بار اكزومبل يلعب 5 مرات ولا 6 مرات ولا 7 مرات، أما خسارة، خسارة، وساعات ما يشد الجملة خسارة زاد. فهمتني؟ أنت التجأت للألعاب هذه ولا؟ اللي هي القمار. والله تحب الصراحة ما نكذبش عليك، والله الصراحة التجأت. التجأت أما مش برشا، مش برشا التجأت، أما مش برشا. ساعات نشد ساعات لا، كل مرة كيفاش. هما يقولوا فلوس الحرام ما تثمرش. صحيح 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 صحيح. هي والله تجي من هوني تمشي من هوني. والله هي تجي منا تمشي منا. عرفش على روحك كيفاش صرفتها. صدقني ساعات 5,000 تمشي في ما لا يعني، معناها عبارة عبارة فلوس لوحتها في الماء. فهمتني؟ عبارة فلوس لوحتها في الماء. يعني كل ما تصرف أكثر مونتون على اللعبة هذه كل ما تدخل أكثر فلوس. كيفاش اللعبة هذه بالضبط؟ اللعبة هذه تنجم تصب 2000، كيما تنجم تصب 2000. 2000 شنو تربح؟ 2000 تنجم تربح مليون. كيما تنجم تربح 100 دينار. وكي تلعب بمليون؟ لا ما نصورش كنا نلعب مليون، امبوسيبل. لا خاطر هي الأكثرية معناها ما بين 2000 حتى الماكسيموم حتى 10,000. فهمتني؟ حتى 10,000 هي معناها مليون صعيب برشا، ما سمعتش شكون لعب مليون. اللهم كن ثمك المدمنين برشا، معناها اللي يلعبوا في القمار القوي، معناها على ساعات يبيع كرهبته ولا يبيع داره. انواع اخرى هذه بتاع القمار. هذه انواع اخرى، هذه انواع نتاع معناها ما نعرفش انا، نتاع ادمان شيء كبير، معناها ادمان شيء كبير. ثم شكون يبيع كرهبته، ثم شكون يوصل يبيع كرهبته على معناها على القمار، وعلى معناها يحب يربح برشا فلوس، معناها يحب يربح أنا يحب يربح فور اكزومبل 100 مليون ولا 200 مليون، حتى في البروم سبور زاد تنجم تربح 100 مليون، تنجم دينار تربح 100 مليون. شنو أكثر مونتون ربحته بالنسبة لك أنت في فترة الإدمان؟ والله ما نكذبش عليك، أكثر مونتون ربحته، أكثر مونتون ربحته ما بين 200 دينار و 300 دينار.
فهمتني؟ ما بين 200 و 300 دينار اكثر، ولا ساعات معناها نوصل معناها مره وصلت 500 دينار فهمتني. اما حكايه مليون ومليون ونص ما وصلتش. لا لا لا. يعني عشت فترة إدمان على القمار ولا؟ والله تحب الصراحة، جتني بريود بون عامين التالي كنت مدمن، معناها خاطر جت وقتها فترة قبل فترة كورونا، هاي قبل فترة كورونا كنت معناها نشد برشا، معناها خاطر جي ماتشوات سهلين وقتها، و ساعات نشد بار اكزومبل ما بين 100 150 200. هذا اللي يخليك مكبش في اللعبه هذه؟ والله بون انا الفتره الاخرانيه بون نقصت شوي سيرتو بريود كورونا، بالطبيعه بريود كورونا ما ثم حتى ايكيبه تلعب، فهمتيني؟ ما ثم حتى ايكيبه قاعده تلعب، سيرتو بريود معناها بريود كورونا، معناها وقتها ما الدنيا كل واقفه والحدود مسكره، ومعناها سورتو بريود كورونا بريسك ما ثم حتى ايكيبا، كيلك سوا في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في المانيا، معناها ثم ديجا هي القهاوي مسكره وقتها. معناها هل صحيح انه اللعبه هذه تعطيك من الاول ومن بعديك ما عادش؟ والله تحب الصراحة، هي شوف هي إدمان، معناها معناها أنا قلت لك أنا من الأول ثم شكون يوميا قاعد يلعب، صدقني ثم شكون يوميا قاعد يلعب، فهمتني؟ وساعات كي ما يشدش صدقني نعرفش أمور النفسانية تتعب بالكدا ساعات شهريته، تصور أنت شهريته نعرفش انا قد ايش شريته، ماكسيموم 500 600 دينار 700 دينار، معناها فريمون ثم شكون نعرفه كيري وتلقى مدمن معناها على معناها ما يخلصش، صدقني ما يخلصش معناها فلوس الكري، لكن يمشي يقمر معناها ما يخلصش فلوس الكري لكن يمشي يقمر. معناها العبيد كي تكون ما عندهاش فلوس في عود تلتجئ لربي سبحانه، تلتجئ للقمار. والله يا هي غلطه انت غلطتها في حياتك وتجاوزتها نتصور. والله ان شاء الله ربي يتوب عليها. انت تجاوزت ولا؟ انا نجم تقول تجاوزت. وساعه ساعه هكا تجرب. ساعه ساعه بون كي نفركس على ماتشوات بون هكا نلقى معناها ساعات تيح بيا، فهمتوا؟ لكن من الناس الكل معناها تيح بيا يلتجئ معناها معناها باش يلعب ورقه ولا باش يشوف البروم سبور شنو ثم وشنو ما ثماش. يعطيك الصحه، باش تنصح العبيد اللي توا مازالت مدمنه؟ باش ننصح العبيد، اول حاجه يخمم فيها، يخمم سورتو اذا معرس وعنده صغيرات، ننصحه يمشي يخدم على روحه ويسيب عليه من القمر، ننصحه هكا وان شاء الله ربي يتوب عليه. امين يا ربي. شكرا.